أخبارنا الدولية من قناة النهار، إليكم أبرز العناوين. في مصر الحكومة الانتقالية تبدأ العمل وسط احتجاجات المتظاهرين وإصابة 6 عسكريين مصريين في هجوم لمسلحين شمال سيناء. مقاتلين أكراد يسيطرون بشكل شبه كامل على مدينة رأس العين السورية قرب الحدود مع تركيا. بيان من القاعدة في جزيرة العرب يؤكد وفاة الرجل الثاني في التنظيم. مشاهدين، أهلا بكم إلى التفاصيل. بدأت الحكومة المصرية الانتقالية يوم الأربعاء مهمتها الهائلة لإعادة البلاد إلى الحكم المدني وإنقاذ الاقتصاد، وهي عملية تعقدها احتجاجات دامية وأزمة سياسية مع جماعات إسلامية قوية. وأدى 33 وزيرا معظمهم من الليبراليين والتكنوقراط أدوي اليمين القانونية في القصر الرئاسي يوم الثلاثاء أمس أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي اختير لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية لكونه رئيس المحكمة الدستورية العليا. وفي مصر دائما أصيب 6 عسكريين مصريين في هجوم شنه مسلحون مجهولون فجر اليوم الأربعاء على 3 كمائن للجيش بمدينة رفح المصرية. وأفادت مصادر إعلامية أن الهجوم أدى إلى إصابة ضابط وخمسة جنود في الجيش المصري، كما أكد مصدر طبي أن الجنود أصيبوا بشظايا جراء قصف مقراتهم بقذائف RPG وتم نقلهم لمستشفى رفح العام. كما هاجم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية هاجموا دورية الشرطة بمدينة العريش، وقال شهود عيان أن المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة وأطلقوا على سيارة الشرطة عدة طلقات أثناء سيرها على شارع جسر الوادي وفروا هاربين. في الملف السوري، ذكر نشطاء اليوم الأربعاء أن مقاتلين أكراد تمكنوا من السيطرة بشكل شبه كامل على مدينة رأس العين السورية عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب مقاتلة أخرى. وأضافوا أن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة في جزء من حي المحطة بين طرفين على بعد نحو 200 متر من المعبر المؤدي إلى تركيا، فيما انسحب معظم مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة إلى منطقة تل حلف ومنطقة أصفر ونجار التي تتواجد فيها مجموعات من الكتائب المقاتلة. وفي ملف السلام في الشرق الأوسط، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع رئيس الفلسطيني محمود عباس لخمس ساعات في العاصمة الأردنية في اليوم الأول من سادس زيارة له إلى المنطقة منذ أن تولى منصبه. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنهما ناقشا عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وأحدث التطورات في الشرق الأوسط، ولم يشأ المسؤول أن يدلي بتفاصيل حفاظا على رغبة كيري في الإبقاء على مشاورته سرية. كذلك من المنتظر أن يجتمع كيري اليوم مع مسؤولين من الدول التي أيدت اقتراحا للجامعة العربية في عام 2002، وهو عبارة عن اعتراف عربي كاملا وعبارة عن اعتراف عربي كاملا بإسرائيل إذا تخلت عن الأراضي التي استولت عليها في حرب 67-900 ألف وقابلت حلا عادلا لمسألة اللاجئين الفلسطينيين. أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب اليوم الأربعاء أكد مقتل السعودي سعيد الشهري الرجل الثاني في التنظيم في هجوم بطائرة أمريكية بلا طيار في اليمن. وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا الشهري بأنه أحد أهم المتشددين الذين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة الذين جرى الإفراج عنهم من معتقل غوانتنامو في كوبا بعد أن سجن فيه في جانف عام 2002 عندما سلمته باكستان إلى السلطات الأمريكية، وأصبح الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
لقي 9 مسلحين من حركة طالبان المتمردة مصرعهم، واعتقل 3 آخرون بعمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة الدولية في أفغانستان خلال الساعات 24 الأخيرة بأقاليم مختلفة من البلاد. وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان اليوم الأربعاء بأن القوات الأفغانية نفذت مع قوات إيصاف 10 عمليات تطهير مشتركة بأقاليم غازني وقندهار وبغلان وننغرهار خلال الساعات 24 الأخيرة، فقتلت 9 مسلحين من طالبان واعتقلت 3 آخرين. قالت وزيرة المالية النيجيرية نجوزي أكونجو أويلا إن بلادها تخسر حوالي 400,000 برميل من البترول الخام يوميا بسبب السرقة وإتلاف الأنابيب التي تنقل البترول أثناء عملية السرقة، الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد نيجيريا. وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى أن شركات البترول تضطر لغلق خطوط الإنتاج عند حدوث تسرب وإتلاف للأنابيب أثناء السرقة، حيث يقوم اللصوص بسرقة البترول من الأنابيب ونقله بقوارب لتكريره في مصافي صغيرة غير قانونية وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية أهم بكثير من المشاحنات بين أجهزة الأمن، مشددا على أن الكرملين لا يقبل أي نشاط من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال بوتين أن السلطات الروسية لا ترغب في دراسة تفاصيل نشاط الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سوندون، مضيفا حذرنا سيد سوندون من أن أي نشاط له قد يلحق ضرر بالعلاقات الروسية الأمريكية هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. بهذا الخبر مشاهدينا نختم أخبارنا الدولية، إليكم أهم ما جاء فيها من عنه. في مصر الحكومة الانتقالية تبدأ العمل وسط احتجاجات المتظاهرين وإصابة 6 عسكريين مصريين في هجوم لمسلحين شمال سيناء. مقاتلين أكراد يسيطرون بشكل شبه كامل على مدينة رأس العين السورية قرب الحدود مع تركيا. بيان من القاعدة في جزيرة العرب يؤكد وفاة الرجل الثاني في التنظيم. مشاهدينا شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات مديحة علالو، في أمان الله.